عندها 20، عندها 25، عندها 30 وعندها 40 عام، وكتبان كبر من لاج ديالها، ما عرفناش علاش. وكنلقاو وحده عندها 60 70 80 عام تبارك الله وكتبان باقا صغيره. البنت اللي كتبان او المراه اللي كتبان كبر من لاج ديالها، كاين سبب واحد غتقولوا لي واقيلا الماكله ياك، حيت ما كتاكلش مزيان، واقيلا حيت ما كدهنش وجهها بالكريم، واقيلا حيت ما كديرش سبور. نقول لكم حاجه وحده اللي كتخليك تباني كبر من لاج ديالك وكتشرفي من الداخل، هي المسؤوليه. المسؤوليه اللي كتهزها البنت في واحد لاج اللي كتكون كتقرا وكتخدم في نفس الوقت وكتدخل وكدير حتى الشقه ديال الدار، المسؤوليه ديال الاولاد ولا ديال الوالدين ولا ديال الخوت، المسؤوليه ديال الراجل اللي كيكون ما قادش على المسؤوليه وتزوجتي به انت وهزيتي مسؤوليه ديال الدار وديال والديك وديال راجلك وديال ولادك وديال كل شيء، هنا كتشرفي قبل من الوقت. اما المراه اللي كتكون كبرات وباقا كتبان احلى من زيناتها، هذيك المراه اكيد كتكون لقات يا اما الوالدين اللي هزوا على المسؤوليه، يا اما الخوت اللي كيكونوا هزوا على المسؤوليه، يا اما الراجل اللي اختارت كيكون مسؤول عليها، يا اما حتى ولادها كيكونوا ريحوها. دونك اللي بغيت نقول لك اليوم، الاله العيالات ما تمشيش فوق من الطاقه ديالك. النهار اللي غادي تحتاجي الطاقه ديالك ما غتلقاي حتى شي واحد اللي غادي يعوضها لك، حيت كلشي كيقول بانك انت الوحيده اللي كابابل في هذيك العائله كلها، وانت الوحيده اللي ولفتي تعطي في هذيك العائله كلها، وانت الوحيده اللي ما كيعرفوش الناس اشنو خاصك. دونك سيري بشويه عليك، سيري بشويه عطيك عليك ورطي الراحه لنفسك، حتى حاجه ما كتقادى، حتى حاجه ما كتقادى وحتى حاجه ما كتدوم. غيجي واحد النهار اللي غادي تلقاي راسك محتاجه لديك الطاقه اللي كنتي كتعطي في 20 و30 عام وما غاديش تلقاها. بشويه عليك وعطي الراحه لنفسك وديري لخاطرك خاطرو، وكنبوسك بزاف وتهلاي ليا في راسك.